شلون نعرف المنتجات الفرنسية؟ الشغلة كلش بسيطة، من خلال الرقم الباركود. كل المنتجات في العالم بيها رقم باركود، مثلا هسه هاي نباوع هذا الرقم الباركود. احنا وين نباوع؟ نباوع على الرقم الأول، رقم على اليسار. المنتجات الفرنسية أرقامها تبدي، يعني الرقم الرئيسي مالتها 3 ثابت، والأرقام مالتها اللي ورا رقم 3 تبلش من 00 إلى 79. إذا 3 ثابت وأول رقمين ورا 3، 00 إلى 79. مثلا هذا جارني، شوف مالته رقم الباركود 3، إذا الرقم الرئيسي 3، 60 هي من ضمن الأرقام، إذا هذا فرنسي. مثلا ناخذ هذا دوف 8، إذا هو مو فرنسي، ما يحتاج نكمل. ناخذ مثلا هذا نتروجينا هاي 3، إذا هو الرقم الرئيسي مال فرنسا، وهاي 57 هي من ضمن الأرقام من 00 إلى 79، وهاي شوفوا ميد إن فرنسا. الشغلة كلش بسيطة أخوان، من خلال الرقم الرئيسي اللي هو يكون على اليسار لازم يكون 3، وأول رقمين ورا الرئيسي 00 إلى 79، هاي كلها الأرقام هي المنتجات الفرنسية. أخوان ملاحظة صغيرة، المقاطعة كلش مهمة لسببين. السبب الأول، أنت راح تسوي اللي عليك قدام ربك وقدام نبيك. السبب الثاني، المسلمين عددهم أكثر من 1.5 مليار، إذا كلهم التزموا بالمقاطعة راح يكون هاي ضربة اقتصادية كبيرة لفرنسا، وراح فرنسا تركع وتتراجع وتعتذر، وبعد ما راح تكرر هاي الإساءة، وكل الدول الباقية هم راح تصير تفكر ألف حساب قبل ما تتجاوز على الإسلام والمسلمين. بالأخير إخواني سووا اللي عليكم، ولا تنتظرون شيء من الحكومات، لأن الحكومات كلنا ندري بيهم فاسدين وخونة وغاسلين إيدنا منهم. تحياتي.